هذا فيديو عن موضوع سؤال عن العسايف، صان العسيف متى تخبه متى تهدمه، ومتى أعرف ما هو التدرج الصحيح مع العسيف من ناحية الخطوة والسرعة ومتى لكل منها. السؤال بشكل آخر، متى أعرف أن العسيف انتهى من مرحلة الخبب ومستعد للدخول في الهدم، وما هي ردة فعل المتوقعة؟ هو في سؤال في عمق شوي، يعني يعتمد على الطريقة ويعتمد على حسب الشخص يراكب، يعتمد على الحصان، يعتمد على دم الحصان، في عدة أمور تدخل في الموضوع. لكن بشكل عام زي ما قلنا، في خطأ وفي صح وفي أصح. الخطأ هو ركوب الخاطئ اللي تقريبا العام أكثر الناس يسوونه، والصح طرق كثيرة كل واحد منها وأنا أصح لكن كلها صحيحة. بالنسبة للخطأ، بالنسبة لركوب الخاطئ، اللي يصير إن الحصان استعجلت عليه أو ما استعجلت، الخطأ وارد وارد. يعني تركب حصان مسار، خبب هد، بعدين تفتح. بعض الناس يسب شهرين، بعض الناس يسب شهر، بعض الناس يسب 6 شهور، حسب الطريقة، حسب ركوب الشخص. لكن بالنهاية الركوب الخاطئ كطريقة، طريقة الركوب الخاطئة بالنهاية أخرت الخبب أو الهد أو الفتح أو بكرته، واقعيا لن تتحكم بالحصان. فيصير الموضوع راجع للحصان، إن كان والله مزاج جيد، ما جاء شيء يخوفه ممكن يمشي معه مضبوط، والله جاء شيء يخوف، جاء مثلا اختبار قوي طيحك او انطلق او لعب او تفلت. فبشكل عام مو بشرط ان الحصان يركب خطا يسوي شيء خاطئ، لكن مجرد انه يجيه سبب، يجيه اختبار قوي يعطيك رده فعل خاطئه. كثير ناس يقول الحصان راكب خطا، تقول اني راكب خطا، طب الحصان ماشي معي مضبوط. زي ما قلنا، قولبه المضبوط ما تمشي على شخص. عرف مضبوط، ايش قصدك مضبوط؟ لما تقول لي مشي معي مضبوط بدون اي اختبارات، اكثر خير تمشي مضبوط. لكن لو جاء شيء ممكن حصان يتعرض لي او يعرضك لمواقف خطيره او يصير رده فعل خطيره. فاذا كنت تركب ركوب خاطئ بشكل عام ما تفرق. اذا بما انها ما تفرق، تلقى اكثر يركب خطا او طرق خاطئه، هذه طرق خاطئه، وهذا ايده يطولون المسار للمده. يعني مثلا بدل ما تخب الحصان اسبوع اسبوعين، يوم يومين، ثلاثه اربعه، خبه شهرين. ما تهدم اللعب وخاب شهرين. بعض الناس مثل يعشقون الخيل الانتاج وخيل تربدر، يعزفها مسار 6 شهور او 5 شهور بس مسار. لا تبرد، تصير بارده ميته. بعدين يشغلون الخبب هذا بكرب فتح، يرون هدت الحصان خلته هالي. وهو تصرف صحيح، لكن تركب ركوب خاطئ. كل ما طولت كل ما صار احسن، لان الحصان كذا ولا كذا بيحوزني، فاستمر على الخطوات البطيئه احسن عشان يبرد الحصان، يهدى. مع ان لها ردات فعل سلبيه، ممكن الحصان يبدا يتفلت، يبغى يطلع طاقته، يبغى يلعب، فيكتشف اشياء معينه كان ممكن ما يكتشفها لو خبيته على طول. فلها ايجابيات ولها سلبيات، بس بشكل عام لكن تركب ركوب خاطئ بشكل عام قد يكون افضل انك تطول، لانك كل ما طولت كل ما قل لك اكتشاف حصان لك. الخطوات السريعه تخلي حصانك تشوفك اسرع، يعني في المسار اقل صعوبه من الخبب، الخبب اقل صعوبه من الهد، الهد اقل صعوبه مثلا من واسع الكرب. فالحصان كل ما زادت سرعته كل ما زاد اختباره لك. فكل ما طولت كل ما زي ما تقول خليت الحصان ما يكتشف اخطائك بسرعه، او ما يعرف او يصيد عيوبك او الخلل في طريقه بسرعه. فاذا كنت تركب ركوب خاطئ قد يكون في كثير من الحالات التطويل افضل. كذا ولا كذا التطويل افضل، لان الحصان كذا ولا كذا لو جاء اختبار لعب فيك او حس. كانت بالطرق الخاطئه، بس بالطرق الصحيحه باختلافها، اللي يصير انه بيتحكم بالحصان. مسار، خبب، هذا فتح، بيتحكم بالحصان، بيمشي الحصان معه ماشي مضبوط، يبقى عسيف، يبقى درجته زي درجه الخيل الاخرى، لكن تطلب النتيجه نفسها. يعني كونه ما يعطيني نفس الدرجه ما يعني انه ما يعطيني نفس النتيجه. اتحكم فيه، يمشي معي مضبوط، لكن يبقى عسيف. له نوع من الخطوره، له نوع من الحساسيه. بشكل عام طبعا يعتمد على الطريقه. بعض الطرق تحب تخلص بسرعة، بعض الطرق تحب تطول، بعض الطرق ترجع الحصان، الموضوع للحصان، حسب الحصان، حسب الطريقة. مثلا زي الطريقة الأمريكية، كل ما ركبت في مكان مغلق أحسن، كل ما ركبت مثلا مسافة طويلة وعندنا مكوب أحسن، لأنهم يحاولون يخلون الحصان يسوي الأشياء اللي تخليه يمد رقبته زيادة. الطريقة كلها مبنية على مد رقبة والاسترخاء. فإذا كنت تبغى الحصان يسترخي بالشكل هذا، سوي جميع الأشياء اللي تخليه يسترخي ويمد رقبته. أي شيء يخليه يحتر او يطلع ما عنده او يقوس او يعطيك ركبته، يحاولون ما يسوونه. بشكل عام لما تعسف الحصان ممكن لو خلص بدري بسرعه قد يكون احسن، عشان ما يتجرب، يبدا يسحب العنان، يبدا يقوس، يبدا يطلع اشياء معينه. مثلا الطريقه الاسبانيه والطريقه الاوروبيه العكس، كل ما طول وكل ما احسن عشان الحصان يعطيهم الحركات اللي يبغونها، التقويس اللي يبغونه، التذكية على العنان اللي يبغونها، النوم على العنان اللي يبغونه، فحسب الطريقه. بالنسبه لي شخصيا طريقتي او زي ما قلت الطريقه الطبيعيه، ارجع لموضوع الحصان. ممكن اعسف حصان 5 شهور، ممكن اعسف حصان شهر. الحصان جاهز اعطيه اللي يبغاه، مو بجاهز احتل لين يجهز. اخلي الموضوع بيده مو بيدي. بشكل عام، بشكل عام في استثناءات كثيره، لكن بشكل عام اكثر الخيل عسف كامل
من البدايه للنهايه من المسار لين الفتح ياخذ شهرين تقريبا، بعضها اكثر بعضها اقل، بس اكثر الخيل تاخذ 10 شهور. يعني قصدي بما انك تخير الحصان عاده الخيل الطبيعيه تاخذ شهرين تقريبا، يعني اول شهر تكون قد هذبت الحصان تقريبا، ثاني شهر من الهذب الى الفتح تكثف الاشياء اللي سويتها، تعلم حركات معينه، تعلم لفات معينه، تدريبات معينه، يصير بعد شهر جاهز للفتح. فشهرين تقريبا كافيه بالنسبه لطريقتي انا عاده، ابدا ما اقول شهرين، صار 6 شهور كيف، بس عاده الخيل تقعد شهرين مع السكان عاده. كيف اعرف الحصان جاهز للخب او الهذب او المسار او اللي هو؟ يعتمد على الطريقه زي ما قلنا، بس كنت تركب ركوب صحيح بالنهايه انت تحكمت. يعني قلنا اللي يركب خطا ما يحتاج يعرف، لان اصلا عرف ولا ما عرف الحصان جاهز للخب او ما جاهز للخب بيحوسك لو بغى. اذا اخر الموضوع احسن لك، لكن في الصح اقدر اتحكم فيه. اذا من يوم ما عارف انه جاهز للخبب او جاهز هذا مفترض اني اخبه او هذا بعشان اريحه نفسيا. فهنا يعتمد على الطريقه. طرق كلها تقريبا يعني غير الطريقه هذه، الطرق الاخرى الصحيحه بشكل عام هي عباره عن تدريب. زي ما قلت في طريقه طبيعيه وطرق صحيحه مكتسبه. الطرق الصحيحه كثيره، واحده طبيعيه اللي هي الطبيعيه هذه، والطرق الاخرى صحيحه بس مكتسبه، معلمه، مدربه، فمبنيه على التدريب. فلما تخب الحصان لابد انت تعرف ان الحصان جاهز او لا. مو بالحصان يقول انا جاهز، لازم انت بنفسك تعرف انه جاهز ولا لا، انك قاعد تدرب. ما اعطيت الحصان فرصه يعطيه يقول لك ترى انا جاهز. لازم انت تكتشف نفسك. فبشكل عام من يوم تحس الحصان ماشي معك، مثلا خلينا نبدا بالركوب. مثال اركب الحصان، اذا احس ان الحصان في الجود وانا قاعده تقبل كل شيء. ما عاد بقى للركوب، اجرب اركب. تقبل الركوب ابدا اركب، ما تقبل الركوب ارجع اكمل جود. لما اركب متى اعرف ان جاهز للتحريك او مو بجاهز للتحريك؟ معناته الخيل تحرك اصلا، كنت تركب ركوب خاطئ او الطرق الصحيحه الاخرى يتحرك غصب الحصان معك، ما راح يوقف، تركب يتحرك. لكن بشكل عام خلينا نفرض انه ما يتحرك، متى اعرف ان جاهز الحركه او لا؟ اركب ما احركه، اسوي كل شيء وانا فوقه احس الحصان مطمئن ابدا احرك. مش مضبوط كويس، ما مش مضبوط ارجع مجرد ركوب وانزل ركوب وانزل ركوب وانزل. كذلك المسار، متى ابدا اخب؟ اذا حسيت الحصان في المسار سوى كل شيء ابغاه وماشي معي مضبوط ولا عاد بقى خيار لاني اخب، اجرب اخب. صار تقبل خاب خبيت، ما تقبل خاب ارجع مسار. كذلك في الهد، كذلك في الواسع او الهد. فالطرق الصحيحه اكثرها تقريبا الا الطريقه هذه، انت تختبر الحصان، جاهز استمر مو بجاهز ارجع. لان لن يعطيك اشاره، لانك اصلا ما اعطيته فرصه يعطيك اشاره. انت قايل له سوي اللي تبغاه بحدود فراغ معين، انت حاط له فراغ معين. بحدود الفراغ بيسوي الاشياء اللي يبغاها، فمنطقيا ما راح يعطيك اشارات توضح لك تماما انه جاهز الخبر هذا، انت تختبر نفسك، لازم انت تتاكد من نفسك. زي ما تقول انت قاعد في غرفه وقاعد في غرفه، اذا خلص ما يرسل لك رساله يقول ترى خلصت، انت كل شيء تشيك عليه، ها خلصت؟ ها خلصت؟ ها خلصت؟ الطرق الصحيحه لا تحتري يقول ترى بخب او جاهز الخبر، قل له ها تبي تخب؟ ها تبي تخب؟ ها تبي تخب؟ طبعا منطقيا ممكن يحاول يخبه من نفسه او يحاول ينطلق. بس في فرق بين محاوله الانطلاق واني ابغى اخب. محاوله الانطلاق ابغى افتح. لكن الخبر يلا انا جاهز الخبر خلنا نخب. فصعب انك تطلب منه ان يقول جاهز الخب خل اخب بالطرق الصحيحه الاخرى، لانها زي ما قلت طرق تدريب. لما انك دربت الحصان اذا لابد تختبر الحصان بنفسك، فتختبره تحس انه جاهز تروح، تحس انه مو بجاهز تروح. بس طريقتي انا ارى ان الحصان بما انك متحكم فيه تحكم تام، صرت قطعه من الحصان او مع الحصان، لست على الحصان اصلا. لو تفتح له اول يوم، لو تقول له تعطيه امر فتح اول يوم، احنا ايش قلنا؟ الاختلاف في الطريقه الصحيحه والطريقه الاصح يؤدي الى الوقوف. ركبت حصان مو بجاهز، ما قلت له خب، قلت له افتح حد. طبعا ما مو بجاهز، بيطيح، بيحاول يقمصها ويطيحك. منطقيا بيحاول يلاحظ انه لو طحت انت بيطيح ويختل توازنك بيوقف. فاصلا لو سويت شيء ما انت بجاهز له وش بيصير؟ بيوقف الحصان اصلا. في الطرق الخاطئه لو سويت شيء ما انت بجاهز له الحصان طيحك. في الطرق الصحيحه الاخرى لو سويت شيء ما انت بجاهز له الحصان بيقمص بيحاول يطيحك، ممكن يطيحك بس انه موزون. في الطريقه الاصح او الطرق الاصح لو قلت الحصان سوي شيء مو بجاهز له بيوقف. مو بيوقف لان الطبع، مو بيوقف ابغى اوقف، لا هو يبغى ينطلق، انت تبغى تهلب او تبغى تخب. يقول ابغى افتح، ابغى هد. اختلفنا، الاختلاف يؤدي الى ماذا؟ الوقوف. لان هو ما يبغى يوقف، هو يبغى ينطلق. وانا ابغى هدب. انا اقول له هدب، يقول لا ابغى افتح. اختلاف ادى الى وقوف. زي ما قلنا عقب الوقوف نتفاهم، بينما الطرق الخاطئه اختلاف يؤدي الى اهبال وانطلاق، الطرق الصحيحه الاخرى اختلاف يؤدي الى تفلت، هو بانطلاق لكن تفلت. فبالنسبه لطريقتي حتى لو شيكت الحصان مو بجاهز عادي، لكن عاده من بشيك شلون؟ لما تركب الحصان اصلا هي مجرد ركوب ثم تحريك ثم مسار ثم خاض ثم هد ثم فتح. لما ابدا اركب الحصان ربع ركوب نص ركوب ركوب كامل، مجرد اني اركب الحصان ركوب كامل احس ان الحصان اعطاني رده فعل بحيث انه فاهم الركبه، بحيث انه ما راح يسوي شيء. خلاص انا عارف الركبه، ما ابغى اطيحك، اني عارف اني طيحت يمكن تطيح هنا فيثبت. ابدا اطلب من الحصان الحركه. من يوم اطلب من الحصان الحركه
واحس الحصان مشى مسار مضبوط بعد اسبوع اسبوعين يوم يومين احس الحصان ومسترخي، يعني اعطاني المشي وجميع الاختبارات اللي في المشي، مسار يمين يسار دوره ريوس جميع الاشياء هذه موجوده في اختبارات المسار سويتها فيه. لازم اروح المرحله اللي بعدها زي مثلا شل الحديد، لما شخص يشيل وزن معين اليد تتعب فتقوى. ليش قوت؟ لان قاعد تتعب، لان في مجهود. لما بعد يومين ثلاث ايام اربع ايام اسبوع اليد بدات تتاقلم مع الوزن، ما عاد صار في جهد، صرت تشيل الوزن عادي ما في اي جهد. تخيل انك تستمر ما تشيل وزن اثقل، ما صرت تشيل خلاص اليد ما تتعب. فمن يوم تحس ان المجهود قال لازم تزيد المجهود. لو خليت على ما هو عليه ما استفدت، ولو زدت زياده قبل ما تكون جاهز برضه ممكن تعور وتجيك اصابه. فتزيد لما تكون جاهز. كذلك في الطريقه الصحيحه والطريقه الصح، لما الحصان يجهز الخباب تخبه، ما هو بجاهز الخباب لا تخبه. كيف اعرف؟ زي ما قلت في الطرق الاخرى انت تختبر. في الطريقه هذه اصلا الحصان بيلمح لك ماشي مسار، زي ما لما تركب اول ركبه اول وضع ركوبك. طبعا في الطرق الخاطئه كلها او الطرق حتى الصحيحه لما تركب واحد يقودك، او انك تركب مكان مغلق عشان يقمص بك يلعبك يحوسك بعدين يمشي معك مضبوط. لكن طريقتي امس ما اخلي احد يقودني، واركب حصان مكان مفتوح، اول راكب مكان مفتوح برا الاسطبل بدون ما احد يقود بدون ما يمسك. فليش قاعد اسوي شيء هذا؟ لان الحصان مستحيل ينطلق، عارف عناه بشكل بحيث انه ما ينطلق. حتى لو خاف ما راح ينطلق، يمكن يلعب محله يطمر محله يقول ينزل طيب بس ما ينطلق. فمنطقيا لما اركبه ما راح احرك على طول. كل الخيل اذا ركبته بتتحرك خطا صح. انا ماشي تثبت فوق يثبت، يمكن اطيق يمكن ما اطيق بس بمشي بتحرك. فالطريقه الاصح ما يتحرك، يحركني تبغى تحرك حركني انت. طبعا هي نقطه اخرى عميقه جدا او اعمق من النقطه، بس بشكل عام انه بما انك ما راح يتحرك بالطريقه هذه فتبدا انت تحركه. متى تبدا تحركه؟ لما استرخى وارتاح من ركبه، تصير انت راكبه ومع ذلك مسترخي ما هو خايف، تعطي امر الحركه. متى استمر بتحريك طبيعي عادي اذا حسيت انه بدا يتحرك ومسترخي طبيعي مو خايف؟ متى خبه اذا حسيت انه ماشي مسار ومسترخي لدرجه انه مع مرتي يبدا يخب محل يقول انا خب، يزيد سرعته من نفسه، ها نخب ها روح يلمح لك. الطرق الاخرى ممكن يلمح لك بس ما تلاحظه بسبب الطريقه، الطريقه هذه واضح. من يوم يلمح لك يقول تفضل خب، لان منطقيا لو استعجلت شو مشكله؟ تقول له خب يا اخي يمكن يبغى يفتح يمكن يبغى يهد شو بيصير؟ بيحاول يفتح وانت تقول له خب يوقف. لذلك هذا يجي يسحبني الموضوع اخر مهم جدا. فالطريقه هذه اول ركبه للعسيف يوقف. فالطرق الصحيحه والخاطئه اول ركبه للعسيف يكسرها. تركب خطا بتحرك الله يعقب شر مكسرك. تركب صح بس طريقة اخرى بيتحرك موزون، نعم بس بيتحرك، بيقمص بيلعب بيطيح بس موزون، هنا يوقف. اثنين لما تحركه هناك هو متحرك وانت بس توجه ماشي غصب عنك انت توجه. طبعا خطا وصح، طبعا الصح افضل من الخطا، لكن يبقى صار متحرك وانت توجه التحركه بس ما توقف، لو وقفت العب فيك. هنا انا اللي محركه، لو ما حركت ما تحرك اصلا، انا اللي ماشيه عسيف اول ركبه انا قاعد امشيه، قاعد اقنع انه يقدر يتحرك. ما يقدر يتحرك بالحال بس قاعد اوريه انه يتحرك وانا فوقك. هذاك في الخب والهذب والفتح، اول خبه اول هذبه اول فتحه في الطرق الصحيحه والخاطئه الحصان يزيد سرعته ثم يرجع السرعه اللي تبغاها. يعني تبغى يخوب بهذب ثم يرجع خوب، تبغى يهذب يوسع ثم يرجع هذب، تبغى يكرب يمكن يفتح ثم يرجع كرب. بينما الطريقه هذه تقول له خب، لو حاول يهذب يرجع مسار ثم يرجع يخوب. يعني انا وياك هدفنا الخوض، انا وياك سنخسر على الخوض. اللي يصير انك عقب ما تقول له خب يهذب معك ثم يرجع يخب، لكن انا لما اقول له خب وفي نيته انه يهذب يرجع مسار ثم يخب. هنا الصح اذا صار اي اختلاف يؤدي الوقوف، اي اختلاف يؤدي ابطاء السرعه تبطئ السرعه، معناته الحصان بدا يثق ثقه تامه بحيث انه اي لحظه اوقف ثم انتبه. هذا الشيء اللي ولد الجنون في الخيل، لما اي لحظه تؤدي للهروب هذا اللي يخلي الخيل تكسر الخيال لما تخاف، هذا اللي يخلي الخيل تنحاش لما تخاف، هذا اللي يخلي الخيل تنطلق في التحمل في انطلاقه، هذا اللي يخلي الخيل تحرن او تكن لما يحركون عقب المرحله، هذا اللي يخلي الخيل تنطلق في السرد وجوكي ما يرده، هذا اللي يخلي الخيل تكتم وتكن مع عند المنصه، هذا اللي يخلي الحصان يكل عند الحاجز، هذا يخلي الحصان يدق الحاجز. اختلاف يؤدي الى زياده السرعه يعني الخوف، يعني الحصان ما واثق فيك. نعم ثقه اكثر من ثقه، ثقه اقل من ثقه، بس يبقى الحصان حاط في جيبه يقول لك لو جاني الاختبار الفلاني 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 بنطق. تركب صح تركب خطا ما علمك. مجرد ان الحصان ما زال عنده الفكر هذا معناتها انه في خطر. تقول لي ما صار خطر، لن يصير، لكن لو جاء الاختبار صار. لكن لما الحصان العسيف اول ركبه يقول اختلفنا انا وياك نوقف، صرت انت العسيف وهو العاقل، صار اعقل منك. صار الحصان اعقل منك واذكى منك وبشر اكثر منك. وهذا المطلوب، طورت الحصان.
فلما تخب أو تهذبه مو بجاهز الطريقة هذه أصلا بيرجع مسار. بخب هو يبي يهذب، والله مزاجه يبغى يهذب أو يفتح وأنا أبغى أخب، اختلفنا وقف ارجع مسار ثم يخب. كذلك في الهذب أبغى أهذبه، حسيت الحصان بدأ يطمئن في الخباب، قلت له راح أهذب تفضل، حاول يفتح وحاول يمشي واسع، أنا أبغى أهذب، اختلفنا رجع خاب ثم يرجع هذب. بالنهاية مخصصة النهاية تلقى اثنين يهذبون أو ثلاثة يهذبون، صح يهذب وخطأ يهذب، والطرق الصحيحة اللي تختلف ثنتين يهذب، يعني يهذب هنا يهذب هنا يهذب هنا في النهاية. هم يورون لك نهاية المحصلة النهائية، بس كيف صارت لو انك تابعت من البداية كيف وصلوا للهذب او كيف وصلوا للخبب او كيف وصلوا للواسع، تلقى هذا قبل الهذب قام يعطيك الهذبة هذه فتح فيه او كرب فيه، قام يعطيك الخبة ذي وسع فيه، قام يعطيك مثلا الخبة ذي طيحها، بالطريقة هذه قام يهذب سوا رجع خب بعدين هذب، قام يوسع سوا رجع حد ثم وسع، قام يفتح سوا رجع واسع ثم فتح. يعني قمة الأمان وقمة الصح. طبعا كثير ناس يقولك والله الخير ضد الأمان، إذا كانت خير ضد الأمان زي ما قلنا، إذا ليش ما ليش تنتقل يركبون خطأ؟ إذا أحسن الناس يركبون ويركبون خطأ، أحسن طريق فيه هج فيه كسر انتهينا. فكلمة زي ما قلت، كلمة زاد التحكم كلمة زاد الخيار، وكلمة قل التحكم قل الخيار. طبعا هذا كلام مو منطقي في الأمور الأخرى، نعم التحكم مربوط بالقوة. جيب شخص مصارع تقول له أمسك هذا يمسك، تقول لي أمسك ما أقدر أمسك. إذا ليش كره التحكم؟ ما كره التحكم، كره القوة المرتبطة بالتحكم. التحكم والقوة وجهان لعملة واحدة في الأمور البشرية. في الخيل أثبتنا ونثبت وسنثبت بأمر الله أنه مستحيل تتحكم بالحصان عن طريق استعمال القوة. إذا مو من حقك تقول لي أن التحكم في الحصان يكرهه، لأن التحكم في الحصان ما في قوة. يقعد يقول شو التحكم عند البشر يكرهونه، ليش الحصان يحبه؟ لأن التحكم في الخيل ما في قوة، هذا واقع ليس رأي. أنا أكره التحكم، حصاني ما يكره التحكم، ليش؟ عشان تتحكم فيه لن تستعمل قوة. بينما عشان تتحكم في حصاني لازم ما تستعمل قوة. فالخيل تحب التحكم، البشر ما يحبون التحكم بسبب القوة، هنا القوة موجودة هناك القوة مو موجودة. فكل ما زاد التحكم كل ما قل استخدام القوة. كل ما قل استخدام القوة كل ما زاد استرخاء الحصان، مواكبتك للحصان، تحرير الحصان، تخيير الحصان، وتحرر الحصان. بشكل عام نفس النتيجة النهائية محسن النهائية شكليا تقريبا، يعني قصدي لو جبت اختبارات بتشوف الفضائح، لكن بشكل عام يعني شكليا نفس النتيجة. لكن لو يجي واحد فاهم بالخيل بيعطيهم اختبارات معينة يشوف ان النتيجة من بوحدة او حتى يحس، لكن بشكل عام مثلا شخص مبتدئ يقول انا قد اشوف قدامي نفس الفكرة، كلها تذب كلها تخب كلها عسايف، ومن حقه. بس قبل وش صار؟ اثناء وش صار؟ بعد صار زي ما قلت موضوع التخويف. يجيك واحد يوريك الحصان عقب ما درب سنة على امر مخيف ولا قاعد يخوفه، هو يا حصان بس يا حصان يكشف حصان واقف معي زي البقرة ما تحرك، وانت حصانك وانت راكبه محتر ما انطلق بس محتر. اقصد جدا انا اول شيء ما قلت لك حصان بارد، انا قلت لك بارد او حار ما ينطلق، هدفي انه ما ينطلق وما انطلق. قلت لي ان بهدا قلت لك مو بصحيح، وريتك حصان ما انطلق حار. قلت لي ان الحصان بيحتر قلت لك مو بصحيح، وريتك اني ارد حصان ما انطلق وهادي، او نفس الحصان حتى هادي وهادي. اذا ارد الحصان حار او هادي بس ما انطلق. في الطرق الخاطئه اذا احتر انطلق غصب، ما يوقف الا هو هادي، لو كان حار انطلق معناته اصلا الحصان ما انطلق انه مو بخايف اصلا، هو خاف انطلق. فيوريك المحصله النهائيه اللي هو حصانه مو بخايف من شيء مخيف بدون ما يخوفه حتى فيه هادي، وانت قاعد تخوف حصانك بالشيء المخيف والصوت، وحصانك حار كل الاثنين ما انطلقوا. شو حصانك حار حصاني هادي، بس وين العدل؟ انت موريهم المحصله النهائيه، انا اوريهم البدايه الوسط والنهايه، ومع ذلك بدايتي احسن من نهايتك، لاني في بدايتي قاعد اخوف الحصان. يعني انت حتى في النهايه كشخص لكم خطا ما خوفت الحصان حتى في النهايه، انا قاعد اخوف الحصان في البدايه ما انطلق. طبعا اتكلم عن نفسي او اتكلم عن شخص، اتكلم عن الطرق، يعني طرق صحيحه وطرق خاطئه. فكذلك في العسف ما تحكم على الشكل، تحكم على كيف صار. الغايه تبرر الوسيله، فكره ضد الخياله. الوسيله اهم من الغايه، خاصه في الطريقه، عن طريقتك. انا شخصيا ضد الفكره اللي تقول الغايه تبرر الوسيله، لا الوسيله اهم من الغايه تقريبا. الغايه بشكل او باخر اكثر الغايات في الخيل يسوونها الناس خطا وصح. التلويش، لوش حصان يجيك واحد يلوش حصان ببربنج وجلد، واربع خمسه يدفوا الحصان في عربه، واربع خمسه يدخلوا الحصان في سرد، ويبغى يتكلم عن طريقه اللي يقول يلبسوا الندوس. الله يهديهم يلبسوا الندوس، الله يهديهم يلكم شكان قويه، الله يهديهم يلكم سرج كبير زي الكرسي يعور ظهر الحصان، الله يهديهم يلكم صدارات مزعجه للحصان. وامس اربعه خمسه ردين حصان مثلا في عربه او سرد يدفوا حصان وجلد ولواشه وبقوس. نفس الشخص اللي امس تتكلم معه او تتناقش معه في موضوع هذا ينتقد الطريقه الامريكيه والطريقه الاسبانيه على ادواتهم. تجاهل ليس جهل. نعم انا شخصيا ضدها بس ما انتقدها. انا اقول استخدمتها استخدام جيد ما تضر، استخدمتها استخدام سيء تضر.
لكن لما يجيني شخص ما له دخل في الخيل، ما له علاقه في الخيل، يكلمه فيه ممكن امشيله غشي اما اشيله. لكن شخص يعور الخيل ويدعي انه مو معور الخيل، هنا مصيبه. كذلك هنا في العسف، لما الشخص يقول والله ماشي معي مضبوط، تمشي على مين؟ ماشي على مضبوط، عم توري الناس وش. لكن لما تلاحظ شخص فاهم في الخيل حتى لو فاهم عادي، بسرعه يسد الاشياء هذه، تقول هذا بامان، هذا انا اقدر، هذا مش صار بعد. وش الميزه بهذا؟ ابي هذا ما ينطق لو خاف، تقدر ابي هذا وهو عسيف وراه الخيل عسيف، اول هذبه عسيف، اول هذبه، اول مسار، اول خبه، اول ركبه، اول فتحه، ما يقمص عسيف، صار عسيف عربي، او حتى مثلا ثوربيت يعني خيل دم حار اصعب الخيل، من يوم عسفته لين تهدم ما قمص ولا قمصه، من يوم تعسف الحصان عسف كامل من البدايه النهايه الين يفتح بامر الله والحمد لله ما يقمص ولا قمصه. ان قال شيء شخص هذه طريقه خطا، انا بالخطا، أسوأ طريقة، أخس طريقة، ما تجوز، أنا أبغى الطريقة من أول ركبة إلين يفتح ولا قمصة. الشخص اللي يناقشك تلقاه أصلا ما يقدر يركب حصان، ما قد قاود حصان، يبغى يعلم ناس كيف يركبون مثلا حصان، سووا كذا يبغى يناقش العس. يعني هنا كارثة، مصيبة. فالسؤال عميق جدا وممتاز جدا، إنه وطبعا تهجيري جدا، ممكن تستغله إنك تحجر الناس اللي تطلع معهم مثلا بالسيارة أو حصان، تشوف حركاتهم. قل لا ابي اشوفك بالله الحصان خبته اول خبر ما اطلع معك، يقول اصلا لا اشوفك بالسياره حولي اصلا، مو بيقول لك لا تشوف الحصان اول خبه لي، لا اشوفك اول خبه، يعني وياك اشوفك على رجولك ولا على الحصان ولا على الخيل، بركب معك معصي، بطلع معك بسياره لا، بتفرج عليك برجولي لا، بينما الخيل يقول تفضل عادي باختلاف الطرق، لكن الخيل يقول عادي، لكن يركب خطا اصلا ما واخر عني، هو بالحاله ما يقدر يرد الحصان اول خبه، قامص قامص هذا بهذا، يعني باختصار بيركب بيتحرك الحصان. هو بس يحاول يتشعبط فيه. بيقول الحصان مش مسار بيخب الحصان. هو يحاول يتشعبط فيه بس، بعدين يرجع مسار. بيخب الحصان، الحصان بيهذب. هو يتشعبط فيه لين يرجع الحصان خاطئ. بيهذب الحصان، الحصان بيكرب. هو يتشعبط فيه لين يرجع هذب. بيوسع الحصان، الحصان بيفتح ويهد. يشوفك يقول هدينا الحصان الحمد لله جاهز. ما هدوهم هو هد فيهم، انطلقهم هو هجمهم. هج فيه ويقول لك انه هو فتح الحصان. وبكره لما سالوا فيه انت الحصان يا اخي صعب رده. وحصان من يوم عسفته لين فتحت له ما قد تحكم فيه التحكم تام، وش توقع؟ فسؤال ممتاز جدا، انك يعني طبعا مو مهم عند بعض الناس بس بشكل عام اتوقع مهم انك تقدر تصيد في ناس خراطين، يعني قصدي طرق ركوب ما هي صحيحه، لانه لما تصيد الحصان في بدايه المسار، بدايه الخبب، بدايه الهذب، هي اللي تطلع البلاوي عند الشخص يركب خطا، تطلع خلل الطريقه، تطلع بلاوي الطريقه، هم يوريك المحصله النهائيه او النص، فنقول ما يوريك البدايه. ذاك السؤال هنا ليش جيد في نظري؟ لانه جاء في موضوع البدايه، جاء في نقطه حساسه، زي ما تقول تمسك الشخص مع اللي تلوي يده ذراعه او يده اللي تعوله او تعرف من اين تاكل الكتف. ففي السؤال هنا في دقه بحيث انك تصيد الطريقه الخاطئه والصحيحه ولا صح، لان هي زي ما تقول تعرف زي ما تقول في المباراه لعبه النص في الكوره، يعني الشغل كله في النص، نص الملعب. كذلك هنا الشغل كله في الحالات هد، اول ركبه، اول خبه، اول مسار، اول تحريكه، اول هذبه، هنا تصيد بالفعل، تصيد الخراط من الصادق، من اللي يركب صح من يركب خطا، او من يركب صح من يركب صح. فسؤال ممتاز والرد عليه زي ما قلت، اللي يركب خطا خطا ما تفرق كذا ولا كذا، فكل ما تاخر كما صار احسن، اللي يركب صح ما يضر شيء لانه صار حسابه بجاهز يرجع. طبعا الطرق الصح تختلف، بالنسبه لي طريقتي ارى اني حتى لو سويت الشيء مو بجاهز الحصان اقدر ارجع مسار، لان لو حصان اختلف من نفسه يرجع، بينما الطرق الاخرى اكثر حذر، لان لو قال الحصان اهدب او قال الحصان خب الحصان مو بجاهز ممكن الحصان ينطق، ينتقل من عدم الخوف الى الانطلاق وبرجوع المسار، فيصيرون حذرين اكثر، لكن بالنهايه بيردون الحصان. بالنسبه لي انا شخصيا احس من اول احس الحصان جاهز احركه، هم لا لازم يختبرون يجربون من نفسهم، لا تحس انت جرب. المده زي ما قلت بالنسبه حسب الطريقه، بعضهم يطولون بعضهم يقللون، بالنسبه لي انا شخصيا طريقتي ما اربط الموضوع بيدي بيد الحصان، الحصان يبغى يطول اطول، يبغى الحصان يبغى يبكر ابكر، ممكن حصان اركب اول يوم اكثر خير تقريبا اركب اول يوم ثاني يوم، ممكن حصان اركب الا بس اسبوع، اكثر الخيل تحركها ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، بعض الخيل ما تحرك بعد اسبوعين مثلا، بعض الخيل استمر فيها مسار يومين ثلاثه اربعه، بعض الخيل استمر فيها مثلا مسار اسبوعين، بعض الخيل اهدف فيها عقب اول شهر، بعض الخيل ما اهدف فيها الا مثلا اول شهر ثلاث شهور اربع شهور حسب الحصان. بس بشكل عام تقريبا 80% من الخيل عسفت عفس كامل تقريبا تاخذ العفس كامل شهرين، وهذا يدلك انك اذا اعطيت الموضوع للحصان اكثر الخيل متقاربه واكثر الخيل تحتاج تقريبا حول الشهرين لعفس كامل. الطرق الاخرى يقول لا احنا طولنا احنا بكرنا، اي حق تخلي شهرين اعدل، انا ما اقول الشهرين اعدل بس انا اقول انا الشهرين خليت الحصان يختار ما اخترت عنه،
فأرى أنها أقرب للصواب، أنه هو اللي اختار شهرين أكثر، يعني 90% من الخيل معي اخترت شهرين، لأن الخيل أقرب لها شهرين. لكن بيجي يقول 6 شهور، أنت فارض على الحصان 6 شهور، هو يبغى يخب ويبغى هدف وأنت فارض عليه. أو الشخص يقول والله شهر أو أسبوعين أو أسبوع، أنت فارض عليه. هو ما يبغى يتحرك وأنت حركت بعصات أو أدوات أو اللي هو. فهنا يعتمد على هذه الطريقة، لكن بشكل عام بشكل سؤال ممتاز، لأنه بعض الناس ما يفهم يعني وش المهم. عادي يخب حصان وذهب، بس عسيف، أنت تتكلم حصان عسيف. خب حصان، خب عادي، غير خب حصان عسيف. حصان العسيف أي شيء جديد قمصة. ما في ركبة قمصة. أول مسار قمصة. أول خاب قمصة. أول هذ قمصة. أول واسع قمصة. فتح ما توقف إذا فتحت. فبداية أي شيء جديد على الحصان العسيف هو اللي طلع البلاوي. فسؤال ممتاز لأنه يقدر يوضح لك خطأ الطريقة من صحته. ففي نظري خطأ ما تفرق. في الطرق الصحيحة الأخرى يختبرون، جاهز استمر مو جاهز رجعوا مع الحذر لأنه ممكن ينطلق. في الطريقة هذه حس. حصان لا تخاف، حصان يقول لك أخب. ترى جاهز اخاف نخب، تقول له رح. طب اخاف ان اخب هذا مستحيل، تخبه بيحاول يهذب يرجع مسار ثم بيعطيك خبر تبغاه. كذلك الهذب، جاهز الهذب بيقول كذا هذب يقول رح، بيحاول يهذب بيحاول يوسع، انت تبغى يهذب بيرجع خب ثم يرجع هذب يفتح. فهنا حس، في الطرق الاخرى تجربه، في الطرق الخاطئه كذا ولا كذا ما تفرق. فطول احسن لك، تحس ان الحصان جاهز اخاف الان خبه بعد اسبوع ما يضرك شيء. هذا رايي في موضوع السؤال هذا. عندنا سؤال عن الخطوة الصراحة، تدرج استخدام العسيف من ناحية الخطوة السرعة ومدد كل منهما، متى عرف أن العسيف أنت ما راح تخاف ومستعد للدخول في الهدف، وما هي ردة فعل المتوقعة؟ طبعا ردة فعل المتوقعة تكلم عنها اللي هي قمص الحصان عسيف. طبعا نقطة مهمة أعطيك إياها خطوات. أول ركبة بالخطأ بيلعب وبيتحرك، بالصح بيتحرك بيلعب بس بحدود الوزن، بالطريقة هذه يوقف يعني شوك صح، تركب تنزل يوقف حصان واقف محله، ما هو جاهز يلعب محله لكن ما يتحرك يلعب، يلعب محله. طب مرة يقمص يشنع محله. لما تبدا تحرك حصان تبدا تمشي مسار، في الطرق الخاطئة يلعب ممكن تطيح في خطورة، الطرق الصحيحة بيلعب بس لعب موزون يتحسن تدريجيا. في الطريقة هذه يتحرك يوقف، يتحرك يوقف، يتحرك يوقف، لأن يرجع الحركة اللي تبغاها أو يمشي بالطريقة اللي تبغاها. أول خب تقول خب، الخطأ بيقمص وبيزيد سرعته. في الصح بيقمص يزيد خطوة شوي ثم يرجع إذا كان شغل مضبوط. في الطريقة الصحيحة بيحاول يزيد حس إنك مو وزنته، يرجع الخطوة اللي قبلها ثم يعطيك الخطوة. تبغى تخبه بيحاول يزيد توزنه يرجع مسار ثم يرجع خطوة. كذلك في الهدف، كذلك في الواسع، كذلك. إذن ردة الفعل المتوقعة في الخطأ زيادة سرعة ولعب. في الصح زيادة خطوة وتفلت زيادة سرعة بعض الحالات ولعب بس موزون. في الصح جميع الحالات تؤدي الى ان الحصان يسوي اللي تبغاه ولا يوقف. انتهى. انا وياك نسوي اللي تبغاه ولا يوقف. طبعا يكفي نفس الخطاب ما ابغى يوقف، ما هو يعني زي ما يقول موضوع الخيارات، لما يعني يكون عندك خيار اخر جيد وصح، لكن افضل خيار هو الوقوف اصلا. يعني شلون؟ الانطلاق احسن من الوقوف. اقول الحصان اهذب انطلق فيني احسن من وقف له او لي، خلي انا. حتى الحصان لو تسال حصان منطلق حاجب شخص حصان عسيف، صور عينه ومنطلق تقول العينه كلها ما عادش يبغى هذا كبر السواد اللي في عينه مخوف، وصور حصان واقف اذا خاف استخي. يعني للحصان وللخيال اذا اختلفنا نوقف احسن من ننطلق. كثير من الناس يقول الحصان اصلا ينطلق بالحاله، يعني الحصان انك انت تحركه انت تحرره انت تخليه ينطلق، هذه نقطه اخرى خاص يفتح ويبسط ويوسع صدره، لكن ينطلق فيك خايف، ما ينطلق فيك، ما يبغى ينطلق وانت فوق ظهره وانت متشعبط فيه تستعمل القوه. فلما تخير حصان اذا اختلفنا نوقف ولا اذا اختلفنا ننطلق ولا تخفق نوقف تخلى خير، بس من اللي يقدر يخليني اوقف؟ فردة الفعل اي اختلاف في الطريقه هذه يؤدي للوقوف، اي اختلاف في الطرق الصحيحه الاخرى يؤدي الى لعب تفلت او حتى انطلاق في بعض الحالات لكن موزون. يعني الفرق بين موزون وسلبي، الموزون يتحسن خطا بس قاعد يتحسن قاعد يقل، هناك لا خطا قاعد يزيد قاعد يسوء. بعض الناس يقول ما صار حصان تحسن معهم وفق شروطه عن طريق تفادي الاختبارات القويه، لكن لما يجي اختبار قوي حصان يقوم عاصي اوريك يلعب في كلب. فهذا رايي في موضوع السؤال. طبعا سؤال مهم جدا، يعني خاصه الاشخاص عندهم فهم الخير صفر على خبره، انه سؤال في الصميم، سؤال يعني هنا 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 السؤال اللي يصيد. بعض الاسئله تعطي الشخص اللي قدامك فرصه يلعب عليك، لف ودور يخربط، دخل لك كم كلمه حلوه واسلوب وماشي حالك. لكن سؤال زي هنا زي هذا وش بيقول لك؟ لا ليش تقول لك؟ مو عندك حصان عسير قاعد تعسفه؟ نعم. لا بطلع معك كنت خب. ليه ما قلت لك؟ ما تطلع معي بسيارة، ما تطلع معي بحصان ثاني، لا تقرب من حصان، حصان يخاف من حصانك.
لا تصير قدامي لين ينطلق حصانك عشان ينطلق حصانك، ولا تصير وراي عشان ما حصاني يتفلت عن حصانك، ولا تصير جنبي عشان ما حصانك يضرب حصاني وما يضرب حصاني حصانك. يعني ايش تبغى؟ ايش بقى؟ خلاص استمر هذا الصح في طريقتك، لكن هذا صح، ما هو غيرك قاعد يركب حصان عسيف بالليل جنب سيارات جنبه حصن اماكن مخيفه متحكم صار تحكم تام، تجي انت تكلم عن طريقته. يعني سؤال ممتاز جدا. يعني انت من طريقه انا والله اسوي مثلا ليش ممتاز؟ متوقع زي ما قلت ممتاز قد يكون شكليه مو بنفس اهميه الاسئله الاخرى، مثلا اتوقع ممتاز لانه في الصميم. كيف اعرف انه في الصميم؟ لو طبقت طبق السؤال هذا. الاسئله الاخرى طبعا مهمه، بس لو تجي تطبقها ممكن بعضها يقدر يعني باختصار لو كان قدامك شخص متجاهل او جاهل ممكن يلف يدور عليك. لكن هنا ايش بيلف يدور؟ بيقول طبعا بيلف يدور لن يستسلم، لكن طوالي تقفط طوالي تصيده تسكت بس تفت داخليا انه واضح ان طريقته خاطئه او كلامه مو صحيح. فهذا رايي في موضوع الخطوه والسرعه عند حصان عسيف. الله اعلم بالصواب.